السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كامل بكم بألف خير وعلى خير. اليوم الأخوات والإخوان جيت نقاسم معكم مشتريات نتاعي الكيتونية. أنا داخلة في الكيتو صافي دابا 4 موا 5 موا، وحبست واحد لو موا باش ندير ديكالاج كيما يقولوا، نريح شوية لو كور ديالي من هاد السيستم وندير الصدمة لو كور ديالي باش يعاود يحرق اكثر فاكثر. اذا اليوم غادي نبدا في عاوتاني في الحميه ديالي الكيتونيه، ومشيت سخرت وقلت نشارك معكم هاد المشتريات ديالي الكيتونيه باش حتى الناس اللي ما كتعرفش شنو تقدى لهاد الحميه نكون بعدا قربت لها شويه المفهوم وعطيتها فكره عامه، يعني باش حتى هي تقدر تاخذ في حال هادشي اللي كناخد انا. وكل واحد كياخذ طبيعه الحال على حسب القدرات نتاعو الامكانيات نتاعو. اذا هاد التقضيه راه غادي تدوز لي بزاف البنات، بريسك نقولوا 20 يوم، نقول هكذا او لا بلوس، مهم دو 15 جور. مهم، اذا نبدا دابا نقدم لكم شنو هي هاد المشتريات اللي كنعتمد عليها في هاد الحميه الكيتونيه نتاعي. اول شيء خصنا الورقيات، السلطات، يعني ما امكن كل السلطات مع راساتك. اليوم انا شريت هاد الخس، لقيتو طري في مرجان بزاف وخديتو هاد الخس الفريزي. انا كيعجبني لوغو ديالو البنات، ولقيتو طري مزيان فتي بزاف، وخديت واحد، خديت الكرات، خديت الكرات البنات. الا بغيتو نقول لكم الثمن راهو باين، خديت الفرومبواز لقيتو في مرجان، لقيتو زعما رخيص على السوق نقول لكم الصراحه، ناقص مهم شويش 9 دراهم، وفي السوق كنشري ب10 دراهم الهادي، وقلت نشري محد لقيتو موجود نشريه ونغسلو ونشفو ونديرو في الكونجيلاتور، نبقى يعني نرجع عليه بشويه بشويه. شريت 4 ديال الطويصات، يعني كافية يدوز لي مدة طويلة مع الفريز، حيت حنا في الكيتو كنعتمدو على الفرومبواز والبلوبوري والفخاز، هادشي اللي كناكلو في الفواكه. شريت دانون مسوس، أنا كيعجبني هاد دانون جنان، كيجيني قاصح وزوين، يعني ماشي دهني بزاف، وكيعجبني المذاق ديالو، وكنزيد معاه معلقة ديال الزيت البلدية في كل حك باش كيولي كيتوني. شريت الزبدة بلدية ديال التعاونية نصف كيلو، وشريت الفخوماج. انا لافاش كيري كيعجبني البنات هاد لايت، كيعجبني المذاق ديالو، واخا هو يعني خالي الدسة ولكن كيعجبني داك لوغو ديالو، كنحماق عليه. وشريت هادي حيت جبنة بوك للدهن، بوك يعني غزالة زوينة المذاق ديالها. وشريت الفتة، جبنة الفتة البنات كندير لها واحد الطريقة زوينة، كنديرها في شوية في الكونجيلاتور تقصح شوية، وكنقطعها دي بتي كارو وكنديرها في قرعة ديال الزيت البلدية، وكندير عليها شوية السودانية وشوية الزعتر وشوية الكمون، قطيرة ديال الملحة، وكنخليها كنديرها في لاصالاد، كنزيدها في لاصالاد، رائعة البنات، رائعة بزاف، نتمنى انكم تجربوها. شريت زيت الكوك، ضرورية زيت الكوك البنات، وحليب الكوك هذا ما تقدريش تستغنى عليه، بالنسبه لك يلقى حليب اللوز احسن بكثير، ولكن حنا في الحسيمه ما عندناش حليب اللوز، عييت ما نقلب عليه ما كاينش، كنشري اذا هذا اللي كنلقى لي دو كوكو، كنشري حليب الكوك صافي. هادو شريتهم، شريت مسكربون لان بغيت ندير طرطه انا نتمتع في النوال طبيعه الحال، ندير طرطه يعني ما نحرمش راسي من الطرطه، انسان ياكل الطرطه ولكن ياكلها على حسب الريجيم ديالو. وبالنسبه للشوكولات منبع السعاده انا بالنسبه ليا سي منبع السعاده، زيرو ما فيهش السكر، وفيه 70% ديال الكاكاو، اذا مزيان ومحلي بستيفيا البنات، ستيفيا هي صحيه، واحد النبته محليه صحيه. اذا شريت جوج لي باكي كيدوزو لي بزاف، كناكل غير طروسو وصافي. بالنسبه للحلويات كندير الشوكولات المر الغبره، خديت لي شامبينيون مقطعين اقتصاديين،
كيعجبني تاع مع الدجاج. وخديت جوج طاسات نتاع الثوم بنور الشمس وحده النباتيه، وخديت اتاي كناخد هذا تاع كيعجبني، هذا تاع ديال السبع كيعجبني واحد الخارج، ولكن ما كيتقضى لي كنبقى اون بان كنزيد هذا قريب ليه شويه. خديت شويه ديال الطوماط سوريز. الخضر عندي البنات، داكشي ما جبتش الخضره انا. جبت لافوكا دابا الحمد لله راه رخيصه، شريت واحد الكيلو شي حاجه. وشريت الزيتون، الزيتون راه ضروري في الكيتو. شريت واحد بلعظم، شريت واحد محمض حار شويه كيعجبني فيه النكهة هذا الحار. وهادو شارك دو تري كنديرها في البيض، في الاومليط هذا البيض شريت غير وحده. والفرماج شريت مصدر، شريت مصدر ترونش كيعجبني انا مصدر. وهذا سي فرماج ادام ترونسو، شريت مرسو. وهذا حتى هو ما حتى هو مصدر، خديت جوج. اذا بالنسبه للحوم اليوم جبت نص كيلو ديال اللدنت صدر، وجبت هنا جو بونس شحال فيه، فيه 755 غرام ديال صدر الدجاج تاع الدجاج. وهادو البنات انا كيحمقوني جنيوحات نتاع الدجاج كنحماق عليهم، كندير لهم واحد التتبيله وكنديرهم في الفران كنطيبو في واحد البلاستيك وندير لهم فرماج، كيجيو هائلين البنات. وتقدميهم على سلطة، اي سلطة درتيها فيرت خديها معاهم، يعني بروتينات مزيونين. خديت واحد الباكيه وخديت السمك، انا اللحوم الحمراء ما كناخدهاش نقولكم الصراحه، ما بقيتش كناخدها. دونك خديت لا داند والدجاج والحوت. وبالنسبه للفواكه الجافه خديت نص كيلو نتاع القرقع كيدوز لي بزاف البنات، وخديت وحده ديال الكاجو. وخديت انا كنشري دقيق اللوز ولكن ما لقيتوش البنات، ما جابوهش حيت دابا راكم عارفين ملي ليا بلعت مابقاش كتخليهم يفوتوا والو. شريت غير اللوز افيلي ولكن كنطحنو كيولي دقيق، كندير به الخبز وندير به البوسكوتشو ديالي. اذا شريت غير نص كيلو البنات. وشريت زريعه، الزريعه كنشريها البنات، شوفوا كي كنشريها، كنشريها حبوب مقطيه هائله البنات نوار الشمس. هذه خضراء، خضراء الا بغيت كنخليه خضراء وكنحمر شويه كنديرو في القرعه في الطاسه ديال هادو كنديرها في الثلاجه. هذه كناكلها مع دانون كندوزها في الفران شويه كتهدا، ولا في المقله كما بغيتي ديري لها. وكنديرها مع واحد المعلقه مع دانون، يعني رائعه بزاف. ولا كانت عندك شيا مزيانه كاع. وهذه كنخليها خضراء باش الا بغيت نزيدها في الخبز ولا كنطحنها حتى هي كنزيدها في الخبز. اذا هادو هما المشتريات نتاعي نتاع اليوم البنات، انا تقاسمت معكم بها. مره اخرى ان شاء الله كنشري الخضر، غنوريكم الخضر اللي كنعتمد عليها بزاف. انا اغلبيه كنعتمد على الشيفلور وعلى الفلافل وعلى القرعه الخضراء والقرعه الحمراء وشويه البصله وشويه المطيشه والخيار وسميتو، هادشي اللي كناكلو يعني. اما البطاطا وخيزو وداك اللافت وداك البيطراف، وكناخذ الفجل البنات بزاف. الفجل هو صحي وميم طون داخل في الكيتو، والكيتو كيعتمد بزاف على الدهنيات والاجبان، دونك داكشي باش انا كنكثر من الاجبان والزبده البلديه وداكشي. اذا الى هنا هانتوما معايا، نكملوا الفيديو نتاع اليوم، نديروا شي وجبه خفيفه. يلا حبيباتي انتوما معايا. والان حبيباتي بغيت نبارطاجي معكم هاد لا سالاد كومبليت غنيه بالفيتامينات والبروتينات وكل شيء. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، قلت ضروري نشاركها مع الاصدقاء ديالي والصديقات ديالي، علاش لا؟ الانسان يجي مزروب يدير سلطه فيها كل شيء وياكلها كوجبه رئيسيه في الغداء ولا العشاء ويقدمها للاصدقاء، كتحمر الوجه ما شاء الله. اذا شنو عندنا هنايا في لي زانغغيديون؟ عندنا واحد البسباسه، نص خياره، شويه ديال الكروم، طوماط سوريز، واحد لافوكا، شويه ديال الفجل، شويه ديال الخس فريزي، شويه ديال المعدنوس، وهنا عندي شويه ديال الكالامان وشويه ديال الكروفيت شوحتو في صوص صوجا والثومه والبصله يابسه وبودره الثوم وبودره البصل وشويه ديال الابزار والمليحه وصوص صوجا، لا قله ولا اكثر. والان هيا بينا نقدمو نحضرو السلطه ديالنا.
هذا الخبز فريزه كيعجبني المذاق ديالو البنات رائع جدا. كنحطو كلشي لي زانغريديون الكروم، حطيت الخس البسباس الكروم، نحط الفجل دابا لقيت هاد الفجل، الفجل حتى هو راه مفيد، طوماط سوغيز، شويه تاع المعدنوس، المعدنوس راه عنده فوائد ما نقولكمش البنات، كيدير تصفيه للجسم، افوكادو غنخلي السمك هو التالي. بالنسبه للصوص اللي درت له هنايا، عندي هنايا جوج معالق ديال مايونيز، وعندي لي كاب لي كاب جو كوا دوك الكبار صغيور، وعندي الخل بلزاميك وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، هادشي اللي درت البنات. وهي اللي غادي ندير عليها هادي لا فينيغريت نتاعها، كتجي البنات صدقوني هائله جدا. إذن صافي كنخلطو وكنقدمو في الطبق ديالنا. هكذا الان غادي نهز في الطبق ديالي، وفي طبق التقديم عاد كندير من فوق لي كريفات و لي كالامار. صدقوني البنات راه غادي تنال الاعجاب ديالكم بزاف، لانها زيت صحيه بزاف. بسم الله تقدموها لوليداتكم والعائله والاصدقاء ديالكم واللي عزازين عليكم. انا بالنسبه ليا سميتو الكيتو، هذه لا سالاد رائعه، فيها الورقيات، فيها الافوكا، فيها المايونيز، فيها الخل بلزاميك، الفجل، الكروم. اذا الان غادي ندير الكالامان والكروفيت، وجبه غنيه البنات، قلت ضروري درتها للغدا، قلت ضروري غادي نقسمها مع الحبيبات ديالي، يستحقوا. صافي الاخوات، وها هو لو بلا ديالنا واجد، يمكن لكم ترافقوها مع لاصوص الا بغيتو تزيدوا لاصوص ديالها. والى هنا اوب الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم. يلا حبيباتي الف صحه وهنا، مع السلامه.